طيب، كان هذا كلام الدكتور نزار مهدات مدير الصحة الغذاء والدواء. وربما أنه الآن أنا كمواطن سؤالي الأساسي الذي يعنيني أين الحقيقة؟ وبناء على اجتماع اليوم الذي عقد لجنة الصحة والبيئة النيابية يعنيني أن أعرف أين الحقيقة من بين هذه التصريحات المتضاربة، الغذاء صحي ولا الغذاء مش صحي. وطبعا الدكتور نزار بتكلم عن أنه هناك فرق بين أن تقول أنه هذا غذاء صحي أو غير صحي وبين أن تقول أنه هذا الغذاء فاسد. أين الحقيقة؟ هذا ما سأسأله للدكتور أحمد السراحني رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية. دكتور أحمد مساء الخير. دكتور أحمد حياك الله مساء الخير. أهلا يا دكتور. يعني أنتم في لجنة الصحة والبيئة النيابية اليوم استمعتم لمدير الغذاء والدواء، وأنا كمواطن يعنيني أن أعرف أين الحقيقة بين التصريحات المتضاربة، لأن المسألة حساسة، قضية غذاء ودواء. ماذا توصلتم له؟ سيدي، يعني الكل سمع ما صرحت به الدكتورة سناء قمو. وبناء على هذه التصريحات احنا بلجنة الصحة والبيئة تابعنا على الفور هذه التصريحات، وتواصلنا مع الدكتورة سناء على الفور حتى نتأكد من صحة هذه التصريحات وما الدلائل التي تصرحها الدكتورة سناء. وتم إرسال الدراسات الموجودة مع الدكتورة سناء إلينا، وبناء على هذا الكلام طلبنا لقاء واجتماع مع مديرية الغذاء ومؤسسة الغذاء والدواء على رأسها الدكتور نزار. وكانت الجلسة من عدة محاور، أهمها ما ردودهم على هذه التصريحات التي صرحت بها الدكتورة سناء، وكيفية معالجة هذه المشاكل اللي وجدت، وكذلك ما دورهم بمتابعة السلاسل الغذائية، وكذلك دورهم وهل لهم تعاون مع منظمات دولية لمتابعة وأمن وحماية الغذاء الأردني. أهم المحاور لليوم تابعناها. طيب، الآن الدكتورة لم تحضر، هي دعيت ولم تحضر، وأنتم استمعتم إلى وجهة نظر مدير عام المؤسسة للغذاء والدواء. نعم، أقول استمعتم إلى وجهة نظر المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء. بعد هذا الاستماع ما الذي سوف تقومون به كلجنة للصحة والبيئة؟ سيدي، هو الموضوع مش وجهة نظر ولا تكهنات ولا كلام، احنا يعني نريد أدلة واضحة، نريد أوراق مكتوبة، نريد دراسات. هذا ما طلبناه من مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء دكتور نزار. وسنقوم بزيارة مؤسسة الغذاء والدواء، وسنشكل لجنة محايدة من خبراء في الصحة العامة والغذاء. وكذلك سنتابع نحن كلجنة صحة وبيئة في مجلس النواب، سنزور مؤسسة الغذاء والدواء، نطلع على عمل مختبراتها ونطلع على التحاليل التي تقوم بها، وكذلك نطلع على سجلات المؤسسة وكذلك الدراسات التي يقومون بها. ونحن اليوم نملك الدراسات التي قامت بها أو التي تحدثت عنها الدكتورة سناء، فلذلك سنناقش هذه التحاليل وهذه الدراسات معهم على أرض الواقع وفي مختبراتهم، وبناء على ما سنجد سنتابع تقريرنا إن شاء الله. أعلم أن اليوم إحنا في لجنة الصحة والبيئة دورنا كذلك رقابة على هذه المؤسسة، كون هذه المؤسسة أحد مؤسسات الوطنية التابعة للحكومة، فهذا يعني ليس تدخل في عمل هذه المؤسسة، بل هو من صلب عملنا ومن صلب بالتأكيد صلب صلاحياتنا، هي متابعة عملهم ومراقبتهم، وإذا كان في هناك أي تقصير محاسبتهم كذلك. نعم، يعني دكتور قديش المدة المتوقعة لعمل اللجنة التي سوف تشكلونها؟ متى يمكن أن نخلص إلى نتائج؟ يعني بداية سنشكل لجنة، لم يتم تشكيل هذه اللجنة، سننظر من سنضع في هذه اللجنة، و
لن تكون هي فقط من مجلس النواب أو من نواب لجنة الصحة، وسيكون يعني بعض الأعضاء من لجنة الصحة والبيئة في هذه اللجنة، لكن سنراسل ونتابع ونطلب من الجامعات الأردنية ومن الخدمات الطبية ومن أصحاب الخبرة في هذا الشأن حتى تشكل لجنة محايدة، ونرى ماذا سنفعل بعدها مع هذه اللجنة وماذا سننيط لهم من مهام. وبعدها سيكون مهمة لجنة الصحة والبيئة بعد ظهور النتائج، سنتابع بشكل رسمي وبالصلاحيات التي سمح لنا بها الدستور والنظام الداخلي. نعم جميل. دكتور أحمد السراحني رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، شكرا جزيلا لك. عفوا. إذن نحن الآن بوارد انتظار ما الذي